شاب مغربي سميته حسام في عمره 27 سنة. حسام بحاله بحال اي شاب مغربي عاطل على العمل، ومنيته انه يهاجر من هاد البلاد ويعتق راسه ويعتق والديه من الفقر. حسام عنده خوه خدام في الامارات وبالضبط في ابو ظبي. حسام طلب من خوه يدبر له على خدمة، قال له باللي راه ما كاين ما يدار غير الماكلة والناس والدوران والجيب خاوي. فعلا هادشي اللي دار خوه، دبر له على خدمة وتكلف له بجميع مصاريف السفر، حتى السكن غيسكن على حسابه. تبع معاه دابا حتى الاخر وما تزق الوالد، لان القصة ديالنا هنا غتبدأ. حسام تعرف على واحد البنت مغربية وساكنة بالضبط في العين، سميتها سعاد وفي عمرها 37 سنة، يعني كبر من حسام بعشر سنين. سعاد خدامة طباخة في واحد اوطيل. طورت العلاقة ما بين سعاد وحسام حتى ولاو كيبغيو بعضياتهم، لدرجة شحال من مرة مشابات عندها، يعني قليل فين كيجي بات مع خوه في الدار. قات غادة الايام هكاك تقريبا شي عام، حتى لواحد النهار وهو يغبر حسام ما بقاش كيبان، وكان اخر مرة شافو خوه قال ليه راني غادي عند سعاد. قطع الاتصال ديالو بمرة، كيصون عليه خوه والو. مشى سول عليه في الخدمة، قالوا ليه راه مودة هادي ما جا وما قال لينا والو. ولحسن الحظ ان خو حسام عارف فين ساكنة سعاد، لانه واحد النهار نعت ليه خو حسام فين ساكنة سعاد. مهم حسام غبر شي شهر تقريبا، وقرر خوه انه يمشي للعنوان ديال سعاد. باللي مشى دق على الدار خرجت له سعاد. السلام عليكم. عليكم السلام، شكون انت خويا وعلاش كتقلب؟ قال ليها انا فلان خو حسام. قال ليها راه بلي غبر وكنقلب عليه. سعاد هنا تصدمات والدنيا دارت بها، لانه ما كانتش عارفه حسام عنده خو وكبر منه وهو المسؤول عليه وعايش حتى هو هنا في الامارات. سعاد في الاول نكرات، لكن من بعد قالت له اه بصح راه كنجلس معايا واحد جوج سيمانات، وقال لي غيمشي عند صحابه وكان كيفكرني ترجع للمغرب. قالت له بلي راه هو ما كانش كيجي عندها غير هي كانت كاري ليه واحد البيت. خو حسام هنا شك في سعاد وتوتر وهو يشنق عليها، بداو كيتخانقوا ولكن في التالي خلاها. شانيشن عند البوليس عاود لهم القصة من الأول حتى الأخر. من بعد استدعوا سعاد باش تحضر ويفهموا منها شنو واقع. المهم اللي حضرات كانت في واحد الحالة ديال التوتر كبيرة، طريقة باش كانت كدوي مفروشة بزاف، وهذا الشيء اللي خلاهم يشكوا فيها أكثر. مع ذلك سعاد بقات كتنكر كل شيء، وكانت كتعاود لهم نفس الهضرة اللي كانت عاودت للأخ الضحية. هنا البوليس خدوا أمر من النيابة باش يمشيوا يفتشوا لها الدار. فعلا مشاو للدار، من اللي بداو التقلاب تصدموا فشنو لقاو. واحد الضابط اللي مشى معها بدا كيقلب شويه، دخل الكوزينة بدا كيدور في الكوزينة، تما ها بنت لواحد الماكينة كبيرة ديال الكفته، بحال هذيك اللي عند الجزارة كيطحنوا بها اللحم كتولي كفته بحال هادي. بطبيعة الحال داك الضابط عنده تجربة وخبرة كبيرة في الميدان، وداكشي علاش اول خطوة دارها هي مشى حل ديك الماكينة. وهو كيقلب فيها لداخل بنت لواحد السنة وسط دوك الدياسك ديال الماكينة، السنة واحلة في قلب الماكينة. البوليس هنا بقاو حايرين ما فهموا والو، كيفاش شنو كدير هاد السنة هنا؟ واش السنة ديال بنادم ولا شنو؟ وهنا سعاد تلفات بقات كتهرب من الأسئلة ديال البوليس، بقات كتدخل وكتخرج في الهضرة. فهنا الشكوك ديال البوليس كاملين في محلهم، اتهموها باللي عارفة فين كاين حسام وشنو وقع له، واخا هكاك ما بغاتش تعترف ليهم. من بعد استدعوا واحد طبيب شرعي باش يفحص الأدلة اللي لقاو. الصدمة اللي كان تا واحد يتوقعها وان السنه اللي كانت سنه بشريه فعلا، البقايا ديال الدم اللي كانت في ذاك الماكينه كان الدم ديال الضحيه. فضغطوا عليها اكثر واكثر وكيواجهوها بالدلائل باش تعترف. في الاخير ما خدتش منهم بزاف ديال الوقت حتى نضت كتغوت وكتقول هو السبب، هو اللي كان كيلعب بيا، هو اللي كيحيي فيا مشاعر ما تشحال هادي، وبين ليله ونهار جا بغى يقتلهم بكل بساطه بلا سبب، هو اللي قتل راسو بيديه، هو اللي خلاني نبدا نحلم بحوايج كنت نسيتهم بمره، دار والعائله والدراري، وخلاني نحلم مره اخرى باش نولي ام، وبلا حتى شي مقدمات جا كيقول لي نساي هادشي وخرجي من حياتي. وهادشي كانت كتقولو هي في واحد الحاله هستيريه وكتغوت. من بعد البوليس بداو كيهدنوها شويه بشويه، وكتزيد وتقر لهم وكتقول بلي كان كياخذ منها الفلوس، وكيقول لها بلي راه عليه شي كريديات في المغرب، وبلي عمرو عاود ليها بلي عنده خوه هنا وحتى هو عايش في الامارات، باش تزيد سعاد تثق فيه بلي راه هو بوحده في ديك البلاد وما كاينش اللي يعاونه. وسعاد كانت كتقول بلي راه كساته من راسه حتى لرجليه، ما خلات تليفونات حوايج عطوره، وبين ليله ونهار جا قال ليها بغيت نتزوج. هي مشات غلطه، قالت له نتزوج حتى دابا الا بغيتي. قال ليها لا سمحي لي ما كنقصدش الزواج بك انت، ولكن وحده اخرى كنبغيها. قالت له واش كتفلى عليا ولا بصح؟ قال لها بصح راه ما بقيناش كنتفاهموا، من الاحسن نحبسوا هذا الشيء. سعاد كتقول لهم انا حسيت باللي راه استغلني ودا ليا رزقي وكل شيء اللي كنت كنملك. قالت لهم ما حسيتش براسي حتى هزيت واحد الفاز وضربته لراسه وهو مازال دايخ. مشيت للكوزينه نيشان هزيت واحد الموس ودوزت عليه من عنقه وبقيت جالسه حداه وكنشوف فيه. من بعد هنا سعاد بدات كتقطع فيه طراف طراف وبدات كتلوحو في الماكينه بكل شيء ديالو، العظام الشعر الجلد الراس كل شيء، وهنا بدات كطحن فيه كيخرج كفته. من بعد زيروها قالوا لها فين درتي هادشي اللي طحنتي؟ البقايا ديال الجثه فين درتيهم؟
شي 3 ايام وهي ما بغاتش تعترف لهم، ولكن في الاخير اعترفت. هاد الانسان هادي دارت اغرب ما يمكن يطيح على راس شي بشر. فكيفاش خفات الجثه ديالو؟ هاد السيده كيف قلنا في الاول الخدمه ديالها طباخه في اوطيل، يعني غتكون كتعرف طيب مزيان وماكلتها غتكون بنين، وقالت لهم بلي طحنت الجثه كامله طردتها كامله بحال الكفته. من بعد مشات شرات كميات كثيره ديال الكفته بقري وغنمي، وكانت كتهز كيلو من هاد الكفته ديال البقري ولا غنمي وكتخلطو مع كيلو ديال الكفته من الجثه، كتخلطهم مزيان. من بعد هزات شي كيلوات من ديك الكفته اللي مخلطه وداتها للاوطيل وسرباوها لشي كليان تما. وديك الكفته اللي بقات ليها كانت كتصوب بها واحد الاكله معروفه عندهم في الامارات سميتها المجبوس، بحالها بحال الكسكسو ديالنا. صوبت بها العشرات من هاد الاكله وخرجت كتفرقهم على اساس صدقه على العمال ديال ديك المدينه. ودوك العمال بحكم هما برانيين ما داو ما جابوا، هما بغاو غير ياكلوا مساكن. مساكن هما اللي كلاو الجثه ديال حسام على شكل كفته مطبوخه. الجثه ديال حسام مسكين دارت بها الزرده. المهم الاعتراف ديالها بالجريمه حكم عليها بالاعدام، وحتى لهذا النهار مازال ما تنفذ عليها الحكم.